لقاء التأهل لمرحلة نصف النهائي بين فريقي كيان والفيصل، ويشتعل الإبداع من جديد في المجابي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، حياكم الله في يوم الحسم ويوم الخصم، اليوم النهائي لمعرفة المتأهل الأخير من الفرق المشاركة في برنامج المقابيس في موسمه الثاني. حياكم الله مع إطلالة جديدة وحلقة متميزة بإذن الله تعالى مع الزميل رياض خبران. الله حياك الله أستاذ عبد الله حبيب. اليوم هو يوم الفيصل، لنعرف من هو الكيان الفائز من الفريقين إن شاء الله. بإذن الله مستعدين وجاهزين، وصلات إنشادية وفقرات ومشاهد تمثيلية كلها في المقابيس هنية. يا سلام يا سلام، بالفعل اليوم حنشاهد عروض مسرحية متميزة ووصلات إنشادية ما شاء الله تبارك الله، نسميها بطويلة المدى، ربع ساعة من الإنشاد في الصوت العذب والرسالة والكلمة الهادفة مع فريق الفيصل وفريق كيان. البداية يا رياض، نرحب بجمهورنا الموجود هنا. يا مرحبا. بعد الترحيب بالجمهور، مدام الوزن هي كل شيء، هي اللجنة التحكيمية، ونبدأ بالشمالية ولا اليمينية؟ نبدأ باليمينية بالأستاذ رافع حمدي. أهلا وسهلا أستاذ رافع. وين تحية أستاذ رافع؟ يا عيني يا عيني. النهاردة أنا متوقع يوم مفاجأة، يعني هيبقى مفاجأة من فريق كيان وفريق الفيصل، هيفاجئونا أكيد. يعني كنا بنتكلم برا أن أكيد الفريقين هيبقى فيه مفاجأة لينا النهاردة، خاصة ان العرض تلت ساعة 20 نعم دقيقة. نعم، فأكيد في مجهود مكثف لده. واليوم يوم سبت بشرك. السبت يوم جميل. اي مش يوم جمعة. اللي بعد الجمعة. ايضا نرحب ابو عبد الرحمن الاستاذ محمد المساعد، حياك الباري. لا احنا كذا حركة يعني. اي ما شاء الله. هذا يسمى كسر الحاجز الرابع في المسرح. اي ما شاء الله. كسر الحاجز الثالث. الثالث. تكلم على المسرح. بحييكم والله يخليكم. والنهارده ان شاء أيوة. الله يعني النهارده مش الجمعه، وان شاء الله شيء هايل. هايل يعطيك العافيه ابو عبد الرحمن. الله يسعدك. الله يوفقكم. نتمنى ان شاء الله ان نشوف، لا سيما ان الفرصه الاخيره، يعني نرى ما يسعدنا ويسعد جمهور المجد. اولا باذن الله تعالى. إن شاء الله. يعطيك العافية. أيضا نرحب بالأستاذ عايض البقومي. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الليلة هي الليلة الأخيرة، ليلة النتائج، ليلة الحسم للفريقين. الفريقين وعدونا أمس إن شاء الله بإذن الله بنشوف شيء مختلف، خاصة في التمثيل ينسينا اللي شفناه البارح. لذلك أنا متفائل جدا، وإن شاء الله بإذن الله أنهم يبهروننا. بإذن الله تعالى يبهروننا. ونروح على طول لأبو سلمان يبهرنا إن شاء الله بالتعليق الجيد. حياك الله أبو سلمان. سلمك الله. الله يبقيك. اليوم يوم الحسم والإمتاع والفصل والإبداع. الله. هذا من الكتاب موجودة كلها؟ لا لا، ما دي وين الكتاب صدي حطيت الله يعطيك العافية. أنا متأكد اليوم نهاية الجولة الأولى في الخمس أسابيع اللي راحت، اليوم سيكون يوما مختلفا وساخنا جدا. الفريقين أو الفريقان يعني يتوعدان الجمهور بلحظات أكثر إمتاعا وإبداعا إن شاء الله بإذن الله تعالى. يعطيك العافية أبو سلمان. أحسك ما حطيت النقطة صح في شيء؟ يعطيك العافية أبو سلمان. شكرا لجنة الحكم وشكرا للجمهور الموجود معنا هنا. المنافسات ستبدأ الآن بإذن الله تعالى. اليوم عرض مسرحي زي ما قلنا، وصلات إنشادية لفريق كيان وفريق الفيصل. البداية مع مين يا رياض؟ البداية مع كيان، وأيضا عرض مسرحي ومشهد كامل إن شاء الله، ومسرحية مدة 20 دقيقة بعنوان عائلة فلة. عائلة فلة، نشوف العائلة الفلة ونسمع لها تحية يا شباب. مشهد تمثيلي لفريق
كيان. الله الرحمن الرحيم. أنا عندي عيال يزين من باعهم تشليح أريح، الواحد يتعب ويربي عياله ويشتغل ويأمن لهم الرزق، أو على الأقل أجار منتهي بالتمليك الواحد منهم، واحدة من كبير تقول جمس لا إله إلا الله، يعني ها الساعة واحدة بالليل وبكرة عزم عمهم بمناسبة فوزه بجائزة لوس أنجلس ليميتد المزاين البعارين، بكرة عزم على الغداء ولا واحد جاء منهم لا إله إلا الله. سليمان 24 ساعة بالوات وبسناب وبتويتر وسلطان 24 ساعة معه البارود، ما ولا شو ما اشوفه من صيد. وحمد الحمد ما ادري وينه، الله يستر عليه ويعينه ويسر اموره وندعي له الله يصلحه بكل مكان. جدهم ما ودي اقول شيء لكنه عاد مهبلن بو سليمان هالصغير، لكن اغادي حداهم يجي الحين هذا سليمان جاء سلام تركاته. هلا ابو ولدي لا لا تحب راز، الله يجزاك خير، الله يخليك يا حبي لك يا ولدي، الله يجزاك خير، الله يخليك. كيف هذا كيف الله يخالف، بس الله يخالف. الحين تشوفهم جالس يا ولدي وراه، اقول ما خبرت في ابوه تبعد انا وياه واعطيه اياك واجيب بدلك برميل بندي البرميل، ولا على الاقل خيشه تحب قرع يا الخيشه. يا ابن حلال اسمع اسمع بس، تو جاي البرودكاست على الواتساب، والله لو تسمعه انه تصلع من الضحك اكثر من هالتصليع يا سليمان. راسي بقوله مفصل وسر ركبه ذبحتنا، الحين تشوفه جالس ولا تسلم علي تقول يهودي. يا ابن الحلال والله انت صاير شايب وصاير على طول تنسى، يا اخي امسى قريب مسلم عليك حلهي خلاص. الحين انا ابوك تقول الكلام هذا؟ والله من زين هالهرج اقول يا زين ممسك بطنك بس وصفطبها الباب وردنبها الباب، ولا على الاقل تصير سداده اريح وازين بدل ما انت بخساره بلا ربح يا وليدي. صدقني يبها الاول حقه سداده حلوه ويجي منك، لكن الثاني خساره بلا ربح. صدق ما فهمته. اقول اسمعني يا وليدي، ايه؟ اذا شفتك منقل الجوالات مره ثانيه معك، ايه؟ زين وداخن عليه كل شوي بجوال، أيوة. ابو وكلك اياه وعد من حينك تحب الاكل لا اله الا الله، كل الجوال فرصه. اقول يبا تعال 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 خلنا نصور انا وياك سنابه. ذبحت انت وسنابات يا ابن حلال، وش بلاك انت؟ عساك الحموضه، عساك الحموضه اللي تحمض حلقك يا وليدي. هي هشوه يا ابن الحلال، وراك اقلقتنا واشغلتنا، خلاص انا ماشي وبمان الله. وين؟ عن اذنك. على اذنك. الحين قال لي اذا قلت لك ايه ولا لا ما انت برايح. اسمع بس، لا تنسى بكره الغداء عزم عمك ولازم تجي. هي ارسل لي بالواتساب الله لا يهينك. فرس بحر لا اله الا الله. بعض الناس جاء الطير اسمنا. حياك الله، سلامك السلام. سلام، انا قلت اسلم عليك اخاف تقعد علي يا ولدي. لا يا بي سلم عليك امس، وشو ذا هافزقك تسامع كثير مسلم امس. لا 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 تسلف يا ولدي، ازين لك ورياح لك. اللي يا ولدي اللي البندق هل يتنقلوا معك يا ولدي؟ اشوفك دايم تجي ومعك مساكيت، الا هالمره شكلك ياكلوا بالطريق البسكوت. وين الطيور؟ انت تروح تصيد مع الحلويات ولا بالبر يا وليدي؟ يا بي اليوم ما ابو صيد، اليوم شكوى الله، اليوم عاد ما ابو صيد، اليوم ما ابو صيد، اليوم ما ابو صيد. انت تركت تظلم اليوم، يوميا احتريك تجيب قميري وتجيب طيور وحالتك حاله، اليوم والله ما الخربط يا وليدي. ايش تبين عاجب لك؟ نيل نيل ما لقيت. جاء جدك. هلا يبا هلا استلح.
اقعد 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 حياك الله. تفضل 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 وراه يبا تفضل تفضل. الله يجزاك رشيق جدنا ابوك شباب جد ابوي. امسكوا تفضل 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 يبا تفضل. الله يجزاك خير. شلونك يبا؟ ها ها وش تقول؟ ما اسمعك ولا ودي اسمعك. وش ما ودك؟ ها ها وش تقول؟ ولا ودي اسمعك يا يبا. هالسماعات اللي انت لابسهن اكثر حسك ترى اسمعك ترى سمعي اجل من سمعك. بعدين انت وش انت لابس؟ ها اشتري دي تقول قربان هلوكس. ما جاز لك. ما جاز وراك يبا علي هذا عشان يتوي جاي من الصيد وزي كذا لابسه وراك علي يبا. يقول صيد والصيد اللي يسمعك يقول مالنا الصندوق قميري. يا وليدي اركض عنك ترى ابو الجيران يقول قضيت حمامنا. ما يا تسدب يا تسدب ما قضيت حمامك ولا شيء وراك علي انت. هذا شيء فعوله تشهد لفحوله. تعرف تهرج يا وليدي تعرف تهرج صدق. اي والله يا وليدي خل عنك الحدسي والله انكم شاقين انفسكم. الا يا وليدي وانا ما تدور لنا مكان نروح نغير جوبه يعني إيه؟ تبي مكشاه؟ خبر لك مكشاه يا ابوي تونا طيح نمبو إيه؟ وفاخم فاخم فاخم قوه. تبي نشغل امه مكشاه بها حروره يا دفع البلاء. لا ابي مكان راقي يعني اما يعني مطعم ولا كوفي شوب جعل الكنب يشب شعرك ان شاء الله. يا بي وراك انت حار يا وليدي. يا تعبان يا بي يا وليدي يا رجل ورب بده يهز. وراه شكاك يا وراه يبا شك شيء يا بي. لا 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 يا وليدي ما شدك شدك شو شدك؟ ما شيق وش الحاشي شيدو؟ عسى ما شيق يبا. جاني وقس وقس بالبيبي. ايه ابا اروح. ما وين تروح يا جدي؟ وكشتتنا؟ ايه صور صور معه صور معه. يبا لا تنسى ترى العز من اخو ولدك بكره على الغداء. ايه وكز لي وكز وكز. وكز. وانت يا ولدي بكره ابيك تبيض وجهي زين وابيك تجيب اربع حبه مضبي واثنين حبه مندي. بيض وجهي. افا يا بي افا يا حنا عائلة ابو علي ما تاكل الدجاج. خلنا نجيب ذبيحتين فخمات يعني برابر. يعجبك هالولد يعني رغم انه ما يجيب لي طيور الا انه اقتراحاته دائما سديدة. على طاري الذبيحتين اخوك سليمان لو نقدمه للجماعة توقعك فيهم ولا شوين عليهم؟ استاذ كبير ذا فسق ذا والله انه فسق كمان ما له فسق فسق كثير فسق. والله يا وليدي ان بغيت تجيب لي حصى على الفحم تبيض الوجه. سام امشي يلا بكره ان شاء الله الف حله. امشي لا طلبت شيء مبخر. وينه والله ما في احد يا ولد. شو السالفه؟ هذا بعمي هذا معليش يا عم رحت اجيب ذولي. يا هلا يا هلا يا هلا بوليدي يا هلا هلا بعمي هذا تو ما ينور الدار يا عم. الله يطول عمرك. استغفر الله اكثر بس استغفر بشت. الله يطول عمرك. سم الله يا كيف حالك يا وليدي؟ اجدعوا ولا ها اجدعوا؟ لا علقوا شوف لك معلاق ولا شيء منه ولا منه. شلونك يا وليدي؟ وين القهوة؟ وين القهوة يا وليدي؟ ترى خرمان راسي بالحيل. شلونك يا وليدي؟ سام شاك طيب؟ سام امورك مرتاح؟ الحمد لله. شاك مرتاح؟ يا وليدي ايش ريحة بخور؟ وش ما شاء الله؟ شكله اللي جبناه من كمبوديا؟ ولا هذا الهدية اللي جتني من دبي؟ لا لا هذا من انا يعني. لكن وين حنيف؟ يا اخي حنيف كم مرة اقول له يا حنيف؟ المرت الثانية لا جيت اروح من هنا ولا من هنا يا اخي. جيب معك بشت الله يرحم لي والديك ثاني. الله بقى اشوف عنه يا اخي والله انه ينرفز هالحنيف ذا. يا الله حنيف
ألو حنيف، يعني ذبحت أنت راك يا حنيف؟ ما هو ما أقولها بعد يا حنيف، كم مرة أقولك حط بشتن ثاني، أرضني بغير لون البشت الحين يا حنيف، ذبحت والله ذبحت تراك. طيب المرة الثانية حط بشتين وحط شماغين وعقالين زين يا حنيف. ايه المرة الثانية قد رجال يا حبي لك يا حنيف، الله يعطيك العافية. مر علي العصر خذ شرهتك. ها الله، شكرا حبيبي حنيف، شكرا. الله يبيض وجهك يا عم. وجهك ابيض، وجهك ابيض، اقل شيء نقدم للمساكين ذيولا. وانت وش اخبارك؟ اقول لك يا عم على كسره هالبخور. وش هالبخور؟ وش اللي تو سالت عنها الريحه وهذا كسرها؟ بخور؟ وش بخور يا وليدي؟ هالبخور يوم تسال عنه انت يا البخور. انت شكلي جاك شيء. انا خلا بس بشوف حنيف يا اخي اليوم، انا عندي طلعه. خلا بعدين، خلا بعدين، خلا بعدين. إيه اسلم. ايه اقول لك يا عم كسرت البخور الا ايه. وش رايك بها انت؟ شميت ريحتها؟ لا بزهم عليه، معليش بزهم على حنيف. بقول له الموضوع اليوم صراحه عندي طلعه اليوم، ولازم اقول له جهز الامور كلها هذه. الو حنيف، جهز لي 10 اسطول حليب مغاتير. ايوه ايوه حبيبي يا حنيف. وشوف شوف لك 5 ذبايح، 6 ذبايح يمين يسارها، شيء هاج شيء ضايع جيبه يا حبيبي انت. ايه وعطوها القصر. ايه طبخ القصر. ايه ممتاز يا حبيبي يا حنيف، الله يعطيك العافيه. ها لاني عندي طلع، عندي اجتماع، ودي تبيضون الوجه يا حبايبي. شكرا حبيبي، شكرا شكرا، حياك الله. ايه يا عم مثل ما قلتك يا عم، البخور ريحته ذي هذه كلها. حسيت انك بذيتني يا ولدي يا سلطان، بذيتنا عاد. انا ما عندي كل حي، عندي لك راي. انا رجال، انا الصراحه ودي برحله كنص وطيور ومدلك عارف يعني، ليتك تزعم على دبي وتخليهم يعني ها يشوفوا لنا صقر يمين ولا يسار، ودي اطلع اقنص. ابشر يا عم، هذاك اللي يبيض وجهك طير. حبيب قلبي حبيب، والله انك ونعم والله يا سلطين، ونعم والله يا سلطين. الا يا سلطين ما قلت لي وانا عمك، وين شو اسمه ذا، وين ابوي، وين ابوك، وين العائله كريمه؟ ترى عندي اجتماع، عندي اشغال، ما انا فاضي لكم. يجونك الحين، يجي ابوي الحين يجيك، بس اني عرفت اللي الطير تبيه انت، الطير تبيه طير. ايه يا اخي وين الاغراض حقت الرجال حقت الجماعه والشباب؟ روح حياك الله يا هلا يا هلا. اي روح يا الباقي. هلا والله بخير. هلا 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 بالغالي، كيف شلونك؟ وراك تاخرت يا ابو سليطين. اللي اخر انا، اللي اخر انا يا ابو صالح. اني راح انا اتكشخ لك، ومثل ما تشوف الكشخه، ويوم جيت لقيت عيال ما دخلوا هالكراسي ولا شغل هذه. الحين هاي متكشخ هذا ما جاز لك؟ لا نبي نتكلف اكثر، نبي نتكلف اكثر يا ابو سليطين. الحين انا بقلطك على ولدي سليمان. بس سليمان بتقلط، ما عز الله انك مسرف. مسرف مبذر بالحيل. الله يجزاك خير. مبذر مبذر، هذه يبدو من عندك. مبذر تقول؟ مبذر مبذر يا ابن الاجواد. شلونك؟ شلونك؟ عساك طيب؟ اموركم طيبه؟ وين عيالك؟ مو معقول. وين سلمان اللي تحطه؟ سلمان وسليمان قصدي. سليمان سلمان كثر عيالك ما شاء الله، ما ادري كم عدد. والله احنا قيلوا انه بيجي الحيل. ها هذا المحل جيت، ولكن ان شاء الله غدا يجي. ايه وشلونك انت يا؟ والله اني بخير. شلونك؟ عساك طيب. عساك طيب. اموركم طيبه؟ والله بتمنى كلكم بخير. والله الحمد لله. يا اهلا والله وسهلا. والله هذه الساعه المباركه اللي جينا وشفناك ويعني بسم الله الرحمن الرحيم. انت حجبه الرؤيه، لا اله الا الله. ما تشوف يا ولد؟ يا ولد ذبحت الوخر يا ابن الحلال، وخر نقل بقفاك وذبحنا ذا. ما تشوف عساك العمى العيون؟ سليمان عساك الماحي. شش لا يطيح اكثر مصلحه هذا. سليمان عساك الماحي تخسر الحين. اقعد وانا امسكه. ما تشوف رجلين عمك؟ ما شفته. ماذا وراه؟ ما علمتوني اني جيت، ما انتبهت لكم، ما قاعد مشغول بالواتساب. كل هذا وما انتبهت؟ اي ما انتبهت. تعال مكشر، ارفع راسك، ارفع راسك، شوف عمك مكشر منك. يا عم انت الحين يوم انت مكشر تناظر وجهك بمراية مثلا. حلا وط ودب. يلا يلا عاد حلا كلمة تستي على وجهك. اجلس.
واجتهد. ابشر ابشر. العذر والسموح، العذر والسموح، بس انه هو دائم يحرجان ودائم يفشلان. اخي خلي شفته بالحقيقه، هذا ما زي ما ازين شيء بالحياه انه يدخل وما شنو يدخل، يدنق براسه وزين، وهذا افضل حل لنا صراحه ارى. ولا يا ابو وسطيطي ما انت متوافقين الراي؟ والله مو بدايم بس ان شاء الله اني اوافقك. لكن وشلونك؟ ومد اموركم طيبه؟ والله بخير. الا بسالك وش اللبس اللي انت لابسه؟ اللبس صدق ما ادري وش هاللبس ذا؟ وما ادري اللحظه، انت ورا ما علمت انكم جايبين غرفه النوم هنا؟ ليش؟ ليش؟ هذا ورا انت كل داخلنا على غرفه نومه. انت ما شفت من هباله ولا هالملابس؟ سليمان يا سليمان، ليش لابس هالملابس هذه؟ يا ضي انت وعمي شكلكم يبدو لي ان ما عندكم تويتر وواتساب وسناب شات. يا اخي هذه اليوم في مسيره ابو سروال وفنيله العالميه، وطالعين حنا وكم واحد من الشباب 20 واحد وتمشوا علينا سراويل وفنايل. ابو سروال وفنيله، وين السروال والفنيله بالموضوع الان؟ ورن يبا لا تحرج عن قدام الناس. ما ابو قد ايه يعني؟ دقيقه يا وليدي، انت حلبس سروال وفنيله وتمشي بالشارع؟ ايه هذا مسيرة أبو سروال وفنيلة. امسك ارجع اجلس. شو اسوي؟ اجلس. ابشر. لما كل هذه الأخطاء؟ لما أصبح الشباب هكذا استخفاف واستهزاء؟ التقنية أصبحت مشكلة العصر. أنا لا أعمم حتى لا يفهم الناس أني أعمم، ولكن هذه مشكلة، هذه مشكلة. أقول سم. ليه ما حاسي يا ضي؟ خبرك ما تعرف تحاسي إيش اللي يعلمك؟ إيش الله عليك؟ وهو صاد أول مرة شفت تحاسي. إذا تبون الصراحة الصراحة إيه معي ورقة النص موجود، ما أقوله قل للناس. هي زاد أقول مو هذا حاسك يا ابن الحلال. لو اللي كاتبنا المسرحية أبو خير ما خلاني منزل الراسي على الجوال 24 ساعة تقول بحلق موس. لو أنا كاتب جبت قلم وحذفتك يا هالوط. طبعا انك تحول سبب، لكن اقعد وشوف شغلك. عم ترى نكتك بايخ الله يعطيك العافية، أتمنى انك ما عمرك تعيده مرة ثانية. ما حد طلب رأيك. اسمع دقيقة بقول وش تبي؟ وراك تهوش أنا أخوك. وش تبي؟ أنت لقيت نكتة. ترى نكتك حلو بس لقيت نكتة، لا تضحك عليها أنت، خلي الجمهور يضحك علي عشان غادي الشباب يستنسون. انا ديخو غادي هم يضحكون بس بصراحه انت جيت. بسم الله الرحمن الرحيم. وش اللي كذا؟ هذا جدي الله يصلح دخلته دائم هو. كل شويه كل ما شفته تبدي تجي تبوس راسك. قبل 10 دقائق شيف. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا والله هلا. حيك كيف حالك يا بي؟ الله يطول عمرك. وانت يا هدف يا ليش تاخذ الجيب اللي ملقو عند الباب؟ ها؟ ما ادري دباب ما ادري جيب ما ادري وش الهارلي ده. شايف انك اشغلت عند الهارلي. اسمه هارلي مو بهارلي الله يعطيك العافيه. بعدين كل ما تجي تطلع من البيت لقيته منجط عند الباب وتمين اخليه بعد. لا والله باخذه وبتمشى وانت شوف لك واحد ثاني. يلي ما تستحي انا اجيب لي واحد ثاني. ايه بعد كسره فلاجيل بعد كسره. لا بطبه ما يشوف. يابا هذا ولدي عنده مشكله ما يحس برجليه، يحس هنا فوق. ارفل بس شف الليل وياك الليله ترى عندي طلعه تاخذ الهارلي اجلدك جلد. ابشر اسمع. ابشر ان شاء الله. جيبوا ابوي جيبوا الهارلي. الله يطول. استرح يا بي استرح استرح يا بعد قلبي استرح يا بي. احنا جايين بخصوص اجتماع ويا ريت تسترح يا بي. اي انهق انهق عطنا اللي عندك. انهق؟ ايه يعني ادري بدلوك عطنا اللي عندك. ايه يعني اتكلم واقول اللي عندي. ايه سم الحين بقول اللي عندي يا ابيي. ورك ما تسترح؟ قل اجلس مثله. يلا اجلس استريح. ابشر صراحه استريحتوا. ايه انتبهوا معي لان الاجتماع هذا حامي الوطيس على ما يقولون. بهالمناسبه السعيده نرحب بابو الجميع الشيخ ابو علي. دقيقة يا خي دقيقة. الجمهور ابرك منك انت وياه وصفقوا عسى تمزع صفقاتكم. لا ما متفقين ما نصفق. ابراد خليني بعلمك، احنا اليوم جايين بنتناقش عن الكثير من الامور والقضايا اللي تهم العائله. اليوم ابشركم شرط العائله ما بقي له شيء ابد. بقي قليل شيء. سلطان سم
علمهم مش بقى على سبت العائلة. بقى غصنين وخمس ورق بس. كفو والله كفو يا السلطي كفو. استر حبيبي ولا تخلي على سبت العائلة أي قاصر حبيبي. أبشر أبشر. إيه والدراهم إزها الوضع إزها الأمر تماما يا حبيبي كويس. والأمر الأهم يا خي استعجل استعجل. ما جاتك الاجتماع ما لا. الغداء برد. مخ إيه الغداء. استعجل سام. لكن أقول لكم أبشركم أن أمنجية نياقة العائلة فازت بالمركز الأول بجائزة لوس أنجلوس ليميتد لمزين الأبد. وبإذن الله راح أمثل العائلة في حفل توزيع الجوائز اللي يكون على شرفي في الجرادية. عاد إن شاء الله بإذن الله الآن بنناقش الاجتماع الجاي وين فيه وين راح يكون فيه إن شاء الله وأي دولة. خيي أنا أقول أول شيء أبارك لك حصولك على اللي أنت تقول. نعم. ثاني شيء شو له هالهياط وزود الغرب نجتمع ببيتي أقول أنا أقول أحسن. لا لا بد ما هو بصحيح. حنا عائلة أبو علي نجتمع بش اسمه بيته بيت. لا حنا على ما قال نبي نجيب شركة نقل تلفزيون اجتماع ونبي نتعاقد مع قهوجية وكذلك قصر ونبي نخلي قناة المكتب تنقل الاجتماع. هلاوو خليهم يسمعون يعني. دقيقة يا خي دقيقة. نعم أنا بسأل سؤال. إلا سؤالي الحين أحد منكم يعني عائلة واجتماع ونسأل منه ومنه أحد منكم شاف حمد؟ وين حمد صدق والله أنا قال لي عاد ترى قال لك أنا وين حمد بس حمد وينه يا عيال؟ ها وين حمد صدق يعني أنا شايفه ترى مصلين معنا الظهر أنا لامحه مصلين معنا الظهر مصلين معنا الظهر يعني قبل سنتين شوف أنا وجه الجار ولا أحد ولا منه بسرعة هذا هول ده ترسل رسالة شو يقول إنه مسكين الشرطة تبع حرامية سيارات والشعو حمد أخوي حمد مسكين وشرطة حمد متى وكيف يا شباب يا خبنا الحلال خليك من متى وكيف جو خلنا نلحق عليه يا ابن الجواد جو هم شو يا جماعة الخير شوف الشاحن وينه يا بني حمد يا بني حمد تقول يا شاحن ما شاحن الله يغفر لك كم تقول يا حليلكم يا عائلة أبو علي اجتماع وشجرة ومزاين وقصور وذبايح وانتم مجتمعين اجساد ومتفرقين عقول كل واحد مع نفسه ولا له علاقة بالثاني والنتيجة ولا الضايع ما يعرفون اذا هو موجود اصلا ولا طالع برا البلد ولا مسجون ولا مات ولا مريض ترى ما هي بس هالعائلة اللي فله كثير من عوائلنا عوائل بالاسم بس تفضلوا فريق كيان يعطيكم العافية بس نوه انه الوقت تجاوزته من الوقت المعلوم فهذه محسوبة يعني في التقييم نتجاوز الوقت ايضا بس في تنبيه بسيط اللي هي الدعاء الشخص على الشخص الاخر في المشهد كان شيء بكثرة هذه فقط تنبيهات شرعية يعني عندنا نبقى الان مع المشهد ومع التقييم الاستاذ رافع تفضل يعني محتاجين ان احنا نكثف وقتنا اكتر من كده يعني العرض تقريبا 20 دقيقة نعم اعتقد ان كان ممكن يختزل لدقيقتين فقط وطبعا ممكن نعمله ساعتين واربع ساعات بالاسلوب اللي احنا شفناه ده في العرض ممكن يتعمل العرض 24 ساعة ما اكثر الكلام انما المسج ما وصلنيش في اخطاء طبعا واقفة على المسرح غلط اكس يعني واحد مداري على زميله ممثل في النهاية المسج اتقال على المسرح والمسرح فاضي تماما يعني العرض لونجير يعطيك العافية استاذ رافع استاذ عاد تفضل الله يعطيكم العافية يا شباب بعد جلسة المصارح اللي كانت امس توقعنا نشوف شيء مختلف بصراحة ملاحظة بشكل سريع لا زال الإصرار على اللهجة القصيمية وهذا من وجهة نظري أنه
المفروض الممثل انه يكون عنده القدرة انه يؤدي باكثر من لهجة او حتى باللهجة او اللغة العربية الفصحى، وهذا افضل مع اجادتها يعني بدون اخطاء. بالنسبة للعرض اللي شاهدناه عرض مفكك، نص ركيك، عدم وضوح في الكاركترات، ما وضحت لنا ولا شخصية وش أبعاد الشخصية، ما وصلنا ولا شخصية ولا يعني ما أجدتوا أنتم كممثلين ولا الإخراج أنه يبين جوانب الشخصية ويبرزها لنا كلكم. عدم وضوح الروابط بين الشخصيات، إيش الروابط بينها برضو ما هو واضح، وش وضع العائلة هذه ما أدري، وش المسج اللي بتوصلونه كذلك غير واضح أو ما أجدته في إيصال بشكل صحيح. مع يعني ملاحظتي على أداء سلمان المنصور، لا زال يعني أداء المسرحي جيد وكذلك كم واحد من الشباب، لكن مشكلتكم زي ما قلنا في الفكرة والنص والإخراج وربط الكاركترات وأبعاد الشخصية لكل واحد، بحيث أن كل واحد يعرف يتقمص الشخصية بحيث أنه يضبطها صح ويتمكن منها ومن التكنيك كممثل. أقولها وأقولها صادقا أنه أنتم مبدعين، لكن ما أجدتوا إخراج أنفسكم بشكل كويس. أتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم وشكرا لفريق كيان. شكرا لكم فريق كيان، لكم العافية. أي نعم، حياكم الله. لا لا بتخليها معلك، في شخص اشخاص ان شاء الله الانتاج يعطيهم العافيه بياخذها الحين سلمان وبتقهوى الان عشان تقهوى ايضا المشاهدين يتقهون معانا ان شاء الله وينبسطون. بنذهب الى وصله انشاديه لفريق الفيصل ومن ثم نعود نكمل البقيه باذن الواحد الاحد. هيا أنشودة لفريق الفيصل. اسلام بستوكو وريا ماركم اقوم، اسلام بستوكو وريا ماركم اقوم، اسلام بستوكو وريا ماركم اقوم، ننمقالم ننمقالم، نركنم قلم نركنم قلم، نرندمركم نرندمركم، اسلم اقوم اسلم اقوم، ننمقالم ننمقالم، نركنم قلم نركنم قلم، نرندمركم نرندمركم، اسلم اقوم اسلم اقوم، اسلم آقم اسلم آقم، تجمعنا على خير تجمعنا ورب العز يرعانا، فجر أبهجنا يفرحنا ويخشانا، تجمعنا على خير تجمعنا ورب العز يرعانا، ونور الفجر أبهجنا يفرحنا ويخشانا. ونكتب بالنزل
المدى صدقا فيحلو السعد عنوانا ونعمل بالهدى عزا فنبني منه أوطانا ونكتب بالندى صدقا فيحلو السعد عنوانا ونعمل بالهدى عزا فنبني منه أوطانا وقلبا يرتوي حبا يحلو صفا وأشجانا وأنسا دام مطلعه يفوح شذا وريحانا تجمعنا على خير تجمعنا ورب العز يرعانا ونور الفجر أبهجنا يفرحنا ويخشانا الدين لنصر الله أعوانا ونحمل راية الإسلام فيغدو الركب فرسانا لنعلي هامة الدين لنصر الله أعوانا فهيا نمضي والخير يصادقنا ويهوانا لنشكر نعمة المولى على الإحسان غفرانا تجمعنا على خير تجمعنا ورب العز يرعانا ونور الفجر أبهجنا يفرحنا ويخشانا كل نفس طامحة يرقى بها نحو النجوم السابحة فيض من الإلهام يسكن باعثا وحي التميز للنفوس الناجحة وحي يعانق كل نفس طامحة يرقى بها نحو النجوم السابحة فيض من الإلهام يسكن باعثا وحي التميز للنفوس الناجحة وحي يعانق كل نفس طامحة يرقى بها نحو النجوم السابحة فيض من الإلهام يسكن باعثا وحي التميز للنفوس الناجحة في كل نفس أودع الله العبر حتما تتوق تسير تتبع الأثر في كل نفس أودع الله العبر حتما تتوق تسير تتبع الأثر تسعى إلى عيش جميل مفعم بالحب يأوي كل قلب قد كسر وحي يعانق كل نفس طامحة يرقى بها نحو النجوم السابحة فيض من الإلهام يسكن باعثا وحي التميز للنفوس الناجحة وحي يعانق كل نفس طامحة يرقى بها نحو النجوم السابحة فيض من الإلهام يسكن باعثا وحي التميز
تميز للنفوس الناجحة. في كل نفس أودع الله العبر حتما تتوق تسير تتبع الأثر. في كل نفس أودع الله العبر حتما تتوق تسير تتبع الأثر. تسعى إلى عيش جميل مفعم بالحب يأوي كل قلب قد كثر. وحي يعانق كل نفس طامحة يرقى بها نحو النجوم السامحة. فيض من الإلهام يسكن باعثا وحي التميز للنفوس الناجحة. وحي يعانق كل نفس طامحة يرقى بها نحو النجوم السابحة. فيض من الإلهام يسكن باعثا وحي التميز للنفوس الناجحة. سنظل يجمعنا الوفاء لنرتقي ونطاول الأفلاك عزا للسماء. سنظل يجمعنا الوفاء لنرتقي ونطاول الأفلاك عزا للسماء. إيماننا أن الحياة جميلة هو دافع فينا لكي نتقدم. وحي يعانق كل نفس طامحة يرقى بها نحو النجوم السابحة. فيض من الإلهام يسكن باعثا وحي التميز للنفوس الناجحة. وحي يعانق كل نفس طامحة يرقى بها نحو النجوم السابحة. فيض من الإلهام يسكن باعثا وحي التميز للنفوس الناجحة. ويا لا لو يا لا 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 يا لا لو يا لا 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 ويا لا لو يا لا 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 يا لا لو يا لا 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 ويا لا لو يا لا لا لا. والله ويا نور عيوني يا اهلي واحبابي وعوني وعقلي شارد من راسي يا عالم لا تلوموني. والله ويا نور عيوني يا اهلي واحبابي وعوني وعقلي شارد من راسي يا عالم لا تلوموني. يا لا لو يا لا 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 ويا لا لو يا لا 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 يا لا لو يا لا 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 ويا لا لو يا لا 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 يا لا لو يا لا 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 ويا لا لو يا لا 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 يا لا لو يا لا 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 ويا لا لو يا لا لا لا. وبهواكم قلبي دايم أحبابي والله كتار ويوحتوا أغلى الحبايب يا غاليين علي. وبهواكم قلبي دايم أحبابي والله كتار وانتوا أغلى الحبايب يا غاليين علي. يا لا لو يا لا 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 ويا لا لو يا لا 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 يا لا لو يا لا 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 ويا لا لو يا لا 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 ويا لا لو يا لا 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 ويا لا لو يا لا 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 يا لا لو يا لا 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 ويا لا لو يا لا 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 ويا لا لو يا لا 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 يا لا لو يا لا 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 ويا لا لو يا لا 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 يا لا لو يا لا 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 ويا لا لو يا لا 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 يا لا لو يا لا 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 ويا لا لو يا لا لا لا. الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله. صلوا عليه. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله. لساني يمجد لساني
لساني يمجدك يا رسول الله وقلبي يحبك وما رأت عيني مليحا سواك فكت يا طه فكت يا طه فكت يا طه سبحان من سواك وطائر الشوق حام ثم ارتقى في الأعالي قائلا يا كرام أنتم سراج الليالي طائر الشوق حام ثم التقى في الأعالي قائلا يا كرام أنتم سراج الليالي طائر الشوق حام ثم التقى في الأعالي قائلا يا كرام أنتم سراج الليالي لا تطيل الملام حتى تروا ما جرالي لا تطيل الملام حتى تروا ما جرالي إن هجري حرام لا تتركوني لحالي إن هجري حرام لا تتركوني لحالي طائر الشوق حام ثم التقى في الأعالي قائلا يا كرام أنتم سراج الله طائر الشوق حام ثم التقى في الأعالي قائلا يا كرام أنتم سراج الله الله يا لاه يا لا لا يا لا لا يا لا يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا يا لا يا لا لا يا لا يا لا الله الليلة أحلى ليلة امتكان بالفرحة والعجب مع الخلان ليلة جميلة فاقت الأزمان يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا يا لا يا لا صل عليك الله يا العدناني يا المصطفى يا صفوة الرحمن صل عليك الله يا العدناني يا صفوة الرحمن صل عليك الله يا العدناني الهاشمي المصطفى العدناني صل عليك الله يا العدناني يا المصطفى يا صفوة الرحمن الله يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا يا لا شباب ما شاء الله تبارك الله لجنتنا الحبيبة نبدأ بالأستاذ محمد المساعد تفضل بسم الله الرحمن الرحيم يعطيكم العافية يعني كانت الوصلة تصاعدية في الـ في الـ في الأداء ختمت بتفاعل جميل وهو الذي ينطبع بالذاكرة وهذا ذكاء رائع بالنسبة للوصلة الأولى أنا بس أبي أستفسر إيش اللغة وإيش كانت فارسية ولا؟ هذه رسالة باللغة التاميلية لسريلانكيين طبعا فيما معناها أن الإسلام دين السماحة ودين المحبة ودين رسالة فيها الأنس
الفرح. فهذه رسالة إلى جميع العاملات في البيوت، ورسالة إلى جميع العمال أيضا، حبينا نشاركهم ونقول لهم نحن معكم مهما يكون. يعني وجميل أن يكون هناك رسالة فيما يقدم. بعدين انتقلنا إلى تجمعنا عبق الماضي الجميل المتجدد، الذي لو ركزنا في مجمل الوصلة لوجدنا أو لاحظنا الفرق الشاسع بين ثقل وقوة الكلمة، كيف كانت وأين أصبحت. الوصلة الثانية، معاذ إحساسك كان رائع جدا وجميل، وأعتقد أنه وفقت باختيار طبقة الصوت التي لمعت صوتك فعلا، وكان إحساسك غاية في الجمال حقيقة. فقط كنت أتمنى أن دخولك كان مع السكتات ولم يكن فوق أو مصاحب لبقية زملائك، لكان أجمل أن كنت تدخل مصاحب معهم. قفلة الوصلة الثانية لم تكن مناسبة، أنت قفلت يعني بقطع، وهناك من قفل مد، لا سيما أنه أنت الذي رفعت صوتك ورحت للجواب فوق. يعني بالنسبة للثالثة اللي هي الشامية، الأخ عبد الرحمن، طبعا اختيار أيضا موفق لهذا اللون، لأنه طبقة صوته تمثل يعني هذا، ولكن في المجمل لم تأتوا بها جميعا بروحها وبشكلها وبتقسيماتها النغمية كما يجب، بلونها الشامي الفعلي الحقيقي، حتى تصل إلينا بالشكل المطلوب. كان هناك فترات بسيطة لم يكن هناك تمكن من الكورال. أما الوصلة الأخيرة فقائدة قائدة قائدها خرافيا سمير وخالد، وأشجونا وأطربونا حقيقة وحركونا. تمنياتي لكم بالتوفيق. يعطيك العافية أبو عبد الرحمن. أبو سلمان تفضل. سلمك الله، ما شاء الله تبارك الله. أبا آسر، قيدتنا بشجونك، قيدتنا بشجونك وأسرتنا بلحونك. النشيد هذا بالذات ما شاء الله، يعني أتيت بالنشيد الذي لا يجيده غيرك ولا يبدعه سواك، وأبقيت بصمة مميزة في تاريخ النشيد. أنا هذا النشيد الذي كنت أسمعه صبيا ولا أفهم سر جماله، اليوم من المقابيس أسمعه وأنا صبيا. طبعا شايب أبو آسر، شايب لا يغركم ما شاء الله. أبو سلمان ولد آسر كان مشارك في الفرقة بس أنه عشان مدارس وكذا ما تفضل. أبو سلمان أقول هذا النشيد يعني كنت أطرب له وأعيده أكثر مرة، وأنا الحقيقة لم أكن أفهم سر جماله. اليوم ما شاء الله من المقابيس وأشعر بذات الشعور وذلك الإحساس، وكأني يعني أفهمك جيدا وأفهم فعلا التنقلات. وأنت كسرت القاعدة التي تفرق بين مشهور ومغمور، مشهور يتلاشى ومغمور يتصاعد. أنت قادر على التجديد ما شاء الله تبارك الله، الله يفتح عليك. الثانية المقطوعة، وعلى فكرة المقطوعة الأولى التاميلية، دخولكم من الطبقة الأخيرة على تجمعنا أيضا هذا اختيار جدا موفق ما شاء الله. الثانية المقطوعة الثانية معاذ، صوته ما شاء الله رخيم وندي، أعتقد أنك أجدت فعلا في اختيار اللحن الذي يناسب صوتك، وكذلك اللون الجميل ما شاء الله. لحن الكورال فقط في المذهب كان ضعيف، أداكم في الكورال خلف معاذ كان شوية ضعيف، لكنه أبدعته جدا في أداء الخلفيات اللي وراء معاذ. هذه عطت نشيد بعد آخر مختلف ما شاء الله. المقطوعة الثالثة عبد الرحمن العسال، هذا أعتقد أنه أفضل أداء لك في خلال الثلاثة أيام ما شاء الله، وأعتقد أنك لو استمريت على أداء هذه الألوان لأبدعت كثيرا ولأصبحت بصمة خاصة بك، خصوصا أنه يعني أنت كنت اليوم ما شاء الله مختلف في كنت واثق وحي، وأداءك كان جدا رائع ما شاء الله وقوي مليء بالطاقة. يعني أمس كان صوتك شوية خافت من بعيد، لكن اليوم مليء بالطاقة والحيوية. الموالي سمير، فتح الله عليك وزادك الله نداوة في صوتك، أداء باهر وخشوع طاهر، يعني أدخلتنا معك في عمق المعاني الجميلة ولم نكد نخرج حتى انتهيت. تمنينا أنك أطلت شوية حتى يعني نتمتع أكثر ما شاء الله بجمال صوتك.
وذكاء منكم جميل أنكم أخذتوا أيضا الطبقة الأخيرة استقرتوا عليها من سمير بدأ فيها خالد. أداءك خالد في طار الشوق أداء طربي أعطى اللحن حقه ومستحقه، وأمتعتنا وأطربتنا، وأعجبني جدا ثقتك عندما تسلم على الكورال، يعني تعرب تعريبة واحد مبدع ومعلم ما شاء الله. الأخيرة يا لا 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 هذه اللي يعني ما شاء الله طرت فينا، وأنا معجب بالفرقة اللي تبدأ تصاعديا حتى تنتهي بآخر مقطوعة تشيل الجمهور والمجد كله. يعطيك العافية أبو سلمان، شكرا لفريق الفيصل، يعطيكم العافية، شكرا. إذن كانت هذه الوصلة الأولى الإنشادية لفريق الفيصل. الآن نبقى مع الوصلة الأولى والثانية هي في ليلتنا مع فريق كيان بعنوان اليتيم. نسمع لهم تحية يا شباب. أنشودة لفريق كيان. نسمع صوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نستأذنكم بكلمة قبل بداية وصلتنا الإنشادية، وهي شكر للشعراء اللي ساندونا اللي هم قائدنا أنس الثويني والشاعر سليمان السعوي والشاعر عبد الله السناني والشاعر ناصر الشعلان، لهم جزيل الشكر. عنوان الوصلة اليتم، وكما هو معروف أعظم يتيم دب على وجه الأرض هو النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه. ستكون الوصلة عن اليتيم وعن أعظم يتيم لب على وجه الأرض. طفل يتوه بعلم الحزن والآه، يشكي ونين الجرح ويقول لا سم، سود الهموم اللي بقلبي توطاه، حزن كتاب صفحات أمسى من الغم. طفل يتوب بعالم الحزن والآه، يشكي ونين الجرح ويقول لا سم، سود الهموم اللي بقلبي توطى، حزن كتاب صفحات أمسى من الغم. حال اليتيم اللي همومه تحدى، وجرح الكلام اللي باته تكلم، رسالة فيها حروف المعاناة، فيها كثير من العنا، كم من وكم بعيونهم ذنبا وماضي خطايا، وبعيونهم ليل من الذنب أظلم، يصيح يما والمواجه خطايا، ودموع عينا بالمعاني تألم. طفل يتوب بعالم الحزن والآه، يشكي ونين الجرح ويقول لا سم، الهموم اللي بقلبي توطى، حزن كتاب صفحات أمسى من الغم. يما حنانك والغلا وين بلقاه، يمكن جروح الأمس تشفى وتلتم، يما وغاب الجرح سوى سوى يكبر معي والله بالحال يعلم، يما نطق حروف يما ومعنا، لكن صدى يما صوتي تلعثم،
اليتيم اللي تعنى بدنيا لو عام على ايام القلب ما تم العالم الحزن والآه يشكي ويني الجرح ويقول لا سم سود الهموم اللي بقلبي توطى حزن كتاب صفحة ثمسة من الغم وينك يبا ما عدتنا الهم أقوى يبا يبا يا ليت قلبي فغم تدري بهذا الحال والحال ما قسى ما بين حزن في عروقي مع الدم أبي أخوي اللي من الناس أهوى وأبي بعد خلي وبي لي بعد عم لي سوى بالصبر باخذ نزايا دام الجروح اللي بقلبي ترنم طفل وبكبر واخذ الجرح والآه واشكي ونين الأمس وأقول لا سم طفل وبكبر واخذ الجرح والآه واشكي ونين الأمس وأقول لا سم طفل يتوخ بعالم الحزن والآه واشكي ونين الجرح ويقول لا سم سود الهموم قلبي توطى حزن كتاب صفحة تمسى من الغم من حرم قوم يمسح الدمع بكمه ترحمه لا قال آه لا قال آه نبتدي والله يا عين باسم رب العالمين نبتدي والله يا عين واسمعوا يا الحاضرين طفلي ضايع بالحياة جو على الدنيا يتامى عايشين في ظلامة سمتهم بالأسامة دوني ما ذنب جناه ما لقى أم حنون تحفظ وسط العيون همها وش يطلبون ضحكتها يا لامنا ضحكتها يا لامنا ما ضحك في يوم عيده لهتنا بلبسه جديده عكس عيده ما يزيده غير نار في حشاه لا طلب شيء يجيه واخوته تطلب رضاه لا طلب شيء يجيه واخوته تطلب رضاه كل واحد مع حبيبه ذاك عيده مع قريبه واليتم ذا هو نصيبه حظ ضايع ما لقاه كل واحد مع حبيبه ذاك عيده مع قريبه واليتم ذا هو نصيبه حظ ضايع ما لقاه وين ابوي وينك امي وين خالي وين عمي وين ابوي
طاه وين أبوي وينك أمي وين خالي وين عمي وين أبوي وين أمي وين خالي داغني الوقت يهواك والله الوقت عاداني الوقت مو دمع الوقت مو دمع بجى العين دمع الوقت بجاني عداني الوقت يهواك والله الوقت عاداني الوقت مو دمع بج العين دمع الوقت بجاني أشم عطرك يا يبا بالملابس أشم عطرك يا يبا أشم عطرك يا يبا بالملابس وابكي 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 بغيابك يا يبا يا يبا تحن له القلوب وذكرك كم يردد يا حبيب وكم باتت بحرقتها جفون يؤرقها التأوه والنحيب فهل لا كنت ذاك الجذع يوما يوما وأنت لي المدى كفك تمسح العبارة كم زللت أصيب أحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد قد خلقت كما تشاء طال
الزهر يا مريم دائما دائما للخير طالع البدر علينا من ثنيات وداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت لفريق كيان. وكم من قصة نجاح بدأت من طفل يتيم. نبدأ بالأستاذ فهد، تفضل. الله يعطيكم العافية يا شباب، ما شاء الله تبارك الله. نظرة عامة كذا عليكم، ما شاء الله أنتم اليوم كل واحد منكم أخذ نصيبة في أداء الموال الخاص به، وهذا يعني ما شاء الله كل واحد منكم أخذ لونه الخاص بالإبداع اللي يحاول أنه يخرجه. أنتم تتميزون كأفراد وتميزتم أيضا كمجموعة ما شاء الله. متعب، صوتك الجميل ما شاء الله يعني في الألوان أعتقد أنه مناسب لهذه الألوان الحزينة الشجينة أو الشجنية. أعتقد أنك أيضا تحتاج لتدريبات كثيرة في النفس، وهذا دليل على يعني بحة صوتك المتكررة، هي طبعا لهذا السن يجب أن تكون، ولكن يبدو على صوتك الإنهاك مع استمرار أدائك بدون توقف، فنشعر أنك يعني توصل إلى آخر الأداء وأنت منهك يعني. فهذه مع الوقت إن شاء الله أنه تصبح سجية وأدائك يكون ما يتقطع كثير بالنفس. أعجبني توزيع الكورال، أنكم بدأتم أنكم مشيتم على الطبق اللي تناسبكم كالقرار، وصالح في الجواب أنه ميزتوا الجواب بصالح. محمد ما شاء الله ابتدائك أيضا بنفس الطبقة الأخيرة اللي استقر عليها أعجبتني، وتمويلك كذلك جميل ما شاء الله. السؤال الحائر الذي أعدتموه، أين أمي أو وين أبوي أو وين أمي، كان جميلا ما شاء الله، وأعجبني أيضا إعادة الكورال له وأحزننا رجعه بلا صدى. الموال العراقي يا محمد، الموال العراقي ما شاء الله، كررت الكلمة أكثر مرة، إعادة الكلمة أكثر من ثلاث مرات تعني التأكيد وتعبر عنها، لكن احنا نقول يعني يلا يعني كان مثل ما يقول الشاعر في اللحن متسع متنا لكي يبدا، فاحنا نبغاك يعني اللي بعدها وهكذا. بدر ما شاء الله تبارك الله ابدعت جدا في انتقالك الجميل والسلس والانسيابي بين ما شاء الله الصبا وثم البيات ثم الحجاز، اللي يعني انتقاله ذكيه جدا انه بعد هدوء جميل وصمت بدأت بالحجاز ما شاء الله. الأخيرة صالح، أعتقد أن أدائك ما شاء الله الشامي يعني وصوتك الرخيم يتكسر رقة وعذوبة ما شاء الله، لكن واحذر من لكن، غير السيكة غير هذه جايين بها، لكن ذوبانك العميق في أداء الموال أحيانا يفقدنا أن نعرف ما هي الكلمة التي تؤديها. وأجمل منك لم ترى عيني، يا سلام أبو سلمان، بس أنا البيت هذا راع، أي لم تلد النساء، لولا أني مثلا ما أعرف البيت ممكن أنا تذكرت، لكن الحقيقة ما فهمت وش الكلمة، لأنك ما شاء الله ذبت في أدائك. آخر شيء يعني لا خلاص قلتها، استقرار السيكة هي اللي يعني تمنيت أنك بعد نهاية الموال كنزل الأداء الأخير بعد طلع البدر علينا، خروجك تمنيت أنه يكون خروج ترحيلك على الإيقاع يكون ترحيل صحيح. لك العافية أبو عبد الرحمن، أبو سلمان، أبو عبد الرحمن. طيب ما في عشان ما في وقت يا شباب، اسمعني الرد. أبو عبد الرحمن شكله ما خلالك شيء أبو سلمان، ما عندنا وقت والله مرة. على العموم يعني أتفق تماما مع أبو سلمان.
بالنسبة للمتعب زي نفس الملاحظة، وأيضا أضيف عليها انتبه دايم للإيقاع، خل إيقاعك الداخلي شغال لأنه كنت تأدي لوحدك. عموما بشكل عام هنا طغت الفردية على الجماعية في الوصلة، يعني لم تكن هناك جماعية، أنا أرى على عكس ما اعتدنا منكم، أقلها خلال يعني خلف الصولو المفترض على الأقل كان هناك بعض التوزيعات أو الخلفيات الخفيفة، ولكن هو استعراض جميل رائع جدا ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، بارك الله فيكم. يا سلام، جزاك الله خير أبو عبد الرحمن، شكرا. عجبك كذا؟ والله مرة كذا، مرة كويس. الله يعطيكم العافية، شكرا لفريق كيان. عشان الوقت ضيق نعتذر من اللجنة، بنروح إن شاء الله على طول مباشرة للمشهد المسرحي، 20 دقيقة، لمدة 20 دقيقة إن شاء الله بإذن الله مع فريق الفيصل بعنوان المدرسة العالمية لمحو الأمية، لا ندري ما هي، خلنا نشوف الآن، يلا. مشهد تمثيلي لفريق الفيصل. مصعب دوامه يوم جينا مقبلين منتهامه والنكد كل النكد كل يوم سبت يا مصعب دوامه يوم جينا مقبلين منتهامه النكد كل النكد صر على أبوهم ولا واحد بالمدرسة. اللهم لك الحمد عشان أسير أنا الأول الأول، مدام أني جيت الأول فأنا الأول دائما بإذن الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، والله المدرسة ما شاء الله، سلام يا سلام. امتحنونا قالوا الا تعلم والا يا ناس قد كبرنا وقد راح مقطار علينا، قالوا لا لازم تدرس، قلنا بندرس، توكلنا على فاطر السماوات والارض. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا مليون، كيف حالك يا انا خويي؟ حياك الله، ارحب ارحب، ما حالك؟ والله ما شاء الله انت خقي، كله سلاح كله سلاح كله سلاح. ايوه انتبه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، انت حبيبي انت يجي هنا ليش؟ انا عشان اتعلم وادرس. ورا 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 ورا، الله لا يهينك، ورا. والله يا حبيبي شوف جماعة خقي انا كله كله شغل خفرية، ما في شغل هذا سلاح. يا سلام، انتوا شغلكم ايه؟ سلام يا ريدي، شغل خفرية وانا شغلنا خضارة. وش حالكم طيبين؟ مرحبا مليون، ارحب. هذه اللي قالها محق الجاهلية؟ محق الجاهلية؟ ايه. هذه اسمها محو الأمية. اه هي نفس الشيء، ما هنا فرق، ما هنا فرق. والله ما بينها فرق، الله يستر عليك. ورا ورا ورا، مع امتحيف هذا. السلام عليكم. الله 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 كيف حالكم يا جماعة؟ بخير والله. تم دراسة حق محاولة الأمية؟ نعم الله. ما شاء الله، كيف حالكم طيبين؟ الله يسلم جمعجي، يا مرحبا. ورا ورا ومرحبا ورا. لا لا أنا هنا، أنا معاكم، شدرس معاكم، تراني أنا العريف هنا. ما شاء الله ما شاء الله، يقويك إن شاء الله. أيوة. ولا لا لا لا، أنا مؤدب ولا شاغب ولا حاجة. يا سلام عليك، كيف حالكم طيبين؟ بخير أبشرك. خلي جمعنا وأصبح الموت لله. مستر قيام قيام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خلاص يا جماعة جلوس. طيب مالكم مالكم؟ نعم يقول لكم تيوس. أنا ولد كبوي. تيوس؟ أنا قلت شنو؟ تيوس يا أخي، من أول الصبح كده يا أخي. يا ولد يا أخي، أنا ما قلت جلوس، ما قلت تيوس، أنا قلت جلوس جلوس، لكن خلاص بعود ولد.
يقول لكم قعود. هلا ولا كتبوه يا رجل. ولا تنجمل ولا تنجمل. جاي نتعلم ولا جاي ناخذ العلوم اللي ما هي طيبة. يا جماعة مرة كيوس ومرة قعود. خلاص يا جماعة تفضلوا استريحوا استريحوا يا جماعة ورانا درس ورانا. والله هذا نفر والله 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 بابا كلام كويس. يا جماعة نعم يا جماعة رجاء أن تكفون من أول اليوم الدراسي. أيوة من أول اليوم الدراسي أنا رجال مريض وتعبان. سلامتك يا جماعة. أنا فيني ضغط وما أتحمل ما أتحمل أنا بعصب بسرعة. أيوة وأنا راجل معايا سكر. أستاذ بكم الكيلو؟ والله فيني سوكي فيني سكر يا أستاذ. معك سكر أي خشن ولا ناعت؟ والله يا استاذ لك مسخره يا جماعه. اقطع الصوت يا جماعه يعني. طيب ابشر ابشر خلاص بنبدا من يوم الدراسي يلا. طيب يا جماعه نعم يا جماعه انا داير اتعرف عليكم انا داير اتعرف عليكم واحد واحد. انت نعم اسمك شنو؟ اخيري. اسمك اخيري؟ لا لا اخيري يعني اخر واحد تعرف عليه. انت ده حيطلع مخي ده. انت اسمك شنو؟ قبل الأخيري. انت هتشتغل مخي انت قبل الأخيري. اسكت انت يا اسمك شنو؟ انا يا استاذ اي اي اسمي مسحل بن غزاي بن خويزي. ونعم ونعم ده لغز. هذا اسمي يا ابويا يا استاذ مسحل بن غزاي بن خويزي. طيب اسكت اجلس يا مسحل اجلس اجلس يا مسحل. انت يا تعال بنا انت اسمك شنو؟ انا خبيبي خقي. انا اسمي خقي انا ولا خقي انت؟ اسمك انت انت شنو؟ انا اسمي انا خقي. انا اسمي محمد امان. محمد امان محمد ايش؟ محمد زمان. زمان سلام قبائل اعرفهم من زمان يعني. الصوت يا جماعه الصوت. اجلس اجلس يا زمان اجلس اجلس يا جماعه. المقانيس والله انه مريض. خلاص وهذا انت انت اسمك شنو انت؟ حسين سعيد. حسين حسين ايش؟ حسين سعيد. حسين سعيد. ايوه حسين سعيد. حسين سعيد. ايوه سعيد. خلاص اسكت انت اسمك شنو؟ نعم اسمك شنو؟ اسمي اي عم. شنو عم؟ اسمك عم؟ ايوه عم. شنو؟ ابراهيم. ابراهيم احمد ابراهيم. بس ابو صاروخ. اجلس اجلس يا ابو صاروخ. احيم ابو صاروخ. نعم خلاص يا جماعه انا عشان نعرف نشتغل يعني نشتغل كويس في السنة الدراسية أنا دايما أسألكم أسئلة ثقافية بسيطة. يا سلام. عشان نتعرف عليك عشان نعرف إحنا نمشي كيف في السنين القادمة. يلا بسم الله. يا أستاذ ما هو اسمك طيب أنت؟ أي أنا اسمي عباس تاج السر. ما شاء الله. أي وأنا أنا معايا بكالوريوس. ما شاء الله ما شاء الله. وأنا مثلك الحمد لله. أي معي معي أبشرك خير وفضل من الله. خير فضل شنو أنت تبغى شنو؟ معي بقر وتيوس وغنم وحمام وأرانب. بقر شنو؟ تيوس شنو؟ حمام شنو؟ انت تقول معك بقر وتيوس. معايا بقر. احم نعم اسكت يا احم. على اسكت يا احم. على خشمي. خلوا الليله دي تعدي على خير يا احم. يا رب يا رب يا جماعه خلاص. نعم اسئله ثقافيه. ابشر. السؤال الاول. ايوه اكبر مخلوقات الله. انا يا استاذ انا تفضل. اكبر مخلوقات الله يا استاذ الدركتر. شنو؟ ايش؟ صفقوا 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 شنو؟ مالك؟ اجلس استاذ. السؤال الثاني. ها حيوان بحرف الباء. ها انت نعم حيوان بحرف الباء. اغيري. انت حتشتغل مخي. والله انا غيري. انت قبل الاخير. قبل الاخير انا داري. انت عدني حيوان بحرف الباء. والله يا استاذ السؤال لانه ما هو صعب علي لكن الرجل ان كان سمع الموضوع. يا راجل انت حتفهم انت الموضوع. اقول لك حيوان بحرف الباء اقوله. اي ابريعصي. برا ايش؟ ابريعصي. برا شنو؟ شنو ده شنو ده؟ ابريعصي. بريعصي دي شنو؟ قالها بالشرقيه عداده. انا فهمت الاول عشان اجلس اجلس اجلس. انا ما فهمت الاول افهم الثانيه. ده ماله ده بيتخبى ده ماله ده؟ انت يا بليد بليد يا بنا انت يا نعم نعم خبيبي خبيبي يا زمان يا من من زمان. اسكت. طيب حيوان بحرف الباء. انت رايح فين تعني؟ والله حبيبي شوف تعني حيوان بحرف الباء. حيوان بحرف الباء يبقى حيوان ولا ما يبقى حيوان؟ انت حيوان حيوان بحرف الباء. انا حتى كنت اقول حيوان. حيوان بحرف الباء. خلي بعوضه بعوضه. ما هو بعوضه حيوان.
البعوضة نبات نبات بلي قال لك حيوان. أسكت. حيوان اسكت اسكت انت اجلس اجلس انت يا اخيري باقي واحد باقي واحد انت ما تضحك علي قبل الاخير ايوه استاذ حيوان بحرف الباء رجاء حيوان حرف الباء هاي برص حيوان بحرف الباء شنو برص يا استاذ برص شنو اي برص شنو برص برص ايدي برص حراق برص ايدي اجلس اجلس حيوان حيوان كيف ذا البرص حيوان كيف حيوان اسكت انت يا اخيري نعم حيوان بحرف الباء ما حد جابها ما حد جابها ابشر على خشمي حيوان بحرف الباء يا استاذ بطانيه حيوان بحرف الباء شنو بطانية أشق ثيابي يا ناس لا 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 تشقها لا البطانية دي اللي تغطى فيها كيف لا. صارت حيوان لا هذاك اسمه لحام اللي انت غطى فيها أي؟ لكن حيوان بحرف الباء بطانية بطة شنو بطة لحالها نية يعني باقي تسعة عجبتكم دي يا تهامي يا موج البحر يا تهامي يا موج البحر دندنا يا دندنا دندنا يا دندنا التهامي عندنا التهامي عندنا اسكت يا اخي انت كنت حتموت لو قلت بطة اسكت اجلس يا جماعة نعم السؤال الثالث والاخير ايوه الثعلب الثعلب الحيوان الثعلب ايش الثعلب الثعلب ده الثعلب ده اللي بياكل الدجاج ودينه منفوش اي ما هو ثعلب اي اسمه ابو الحصين سموه ابو الحسين ايوه عندنا في تهامه ابو الحسين ده وتدري اني سويت فيه قصيده ابو الحسين انت عملت قصيده هاي انت شاعر ايوه سمعنا اصبر على ابوه والله المواهب انا برع المواهب يقول لك ابو الحسيني جو جو خذوا صميل جو جو ابو الحسيني جو جو خذوا صميل جو جو يعني اذا جاء ابو الحسيني خذوا صميل عصا والقوا الحين درجه زياده اصبر على ابوك كمني احبك انا بحب الطالب الموهوب الطالب اللي يدب الحماس الله يكرمك ويحمسك بالعافيه طيب ابو الحسيني جو جو ده ايوه ده بيلد ولا يبيض هذه لا تسالني عنها انا يا استاذ انت اخيري انا عارف انا يا استاذ اي الثعلب ده مكار كبير ايوه مره يولد ومره يبيض كيف انت عارف مو الثعلب المكار انت المكار لا لا الثعلب كيف الثعلب يبيض ويلد اذا اكل دجاج يبيض أيوة. واذا اكل ارنب يولد انت عارف انت عملتها منطقيه شويه بس غلط اجلس اجلس اي ايش الثعلب وش ايش اشبه الثعلب ده من الثدييات الثعلب يا جماعه ده بيلد يعني ما يبيض اي ما يبيض حتى لو اكل دجاج تعال يا حم لا لا زي ما تعال يا حم تعال خلاص اخر مره طيب يا جماعه نعم انتوا الصغابه حقتكم انا قستها وعرفت الصغابه حقتكم احنا دحين هناخد درس اللغة العربية أيوة يا جماعة أنا معايا هنا قطعة ها؟ معايا قطعة قطعة أي يا السال أي أقيف أقيف قوم والله يا محمد سوي سوي هذا جماعة تجارية ولا سكنية لا دقيقة دقيقة أنا حيعلمك دقيقة يا ويلك يا ويلك أنت قبل الأخير يا أي 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 القطعة دي من اللغة العربية أنا بقول لغة عربية لغة عربية قطعة قطعة يعني والله يا استاذ والله يا استاذ اني فهمت شيء اجلس عيونك عيونك باينة لا خلاص ابرم ابرم الله ملي في راسه فدارك انا المشكلة ريقي تريح طيب يا جماعة انا ما هي قطعة باللغة العربية خلاص طلعوا لي مخي طيب اكل محمد الدجاجة اكل محمد الدجاجة وطلب من امه المزيد وطلب من امه المزيد وخرج محمد مع اسرته وخرج محمد مع اسرته في نزهة صيفية ممتعة في نزهة صيفية ممتعة احم احم اقرا اقرا لا خلاص خلصنا خلصنا نعم اقرا اخيري انت قبل الاخير انت قبل الاخيري ما وقت انا ضربه يا استاذ اقرا حاضر يا استاذ حاضر واحد كل محمد الدجاجة شنو, شنو؟, شنو؟ واحد كل محمد الدجاجة ألف آ آ آ آ ألف آ آ آ أكل محمد لا الدجاجة. لا بس بس خليك مكانك أستاذ أكل محمد أكل محمد الدجاجة وطلب من أمه المزيد وخرج محمد من سرته وخرج كيف يا أستاذ كيف محمد يخرج من سرته كيف لا أنا أعلمك كيف يخرج محمد خرج تعرف محمد خرج مع أسرته محمد خرج محمد مع أسرته في نزهة صيفية ممتعة ممتعة أجلس وديني ممتعة أنت يا بدوي
قوم اقرا. نجم مبرح، نجم مبرح. بسرعة يا بدوي، امسك ال اقرا يا استاذ. هاي محمد كلا الحمى. محمد كلا شنو؟ الحمى. اللحمة دي من فين اللحمة؟ والله عيب الريج الحمى، ما قلت دجاجة عيب. أكل اللحمة أمشي. وطلب من ويمته حليبة. أديني الورقة، الورقة ما تمسك كده، أديني الورقة، أديتك. أجلس يا بدوي، أجلس يا بدوي. أستاذ والله هذه مشتي. أنت يا تعال بينا. أمسك. أمسك اقرأ. والله يا حبيبي أنا لازم يقرأنا. يقرأ بسرعة. والله شوف يا حبيبي. هذا محمد كله جماعة خقي أنا. أيوة. أنت حتتمشى. روح سمامة سمامة. سمامة شنو؟ سمامة شنو؟ حبيبي بر بر روح سمامة سمامة. كل نفر خقي أنا يجي. كله شيل تميز، كله شيل شاي أخضر. أديني الورقة. أديني الورقة. خلي يا مخ. جيب جيب. أديني الورقة يا. يا محمد زمان. يا محمد زمان ما تشتغلني. يا محمد زمان ما تشتغلني انا ما راجل معايا ضغط معايا سكر. انت كلام يا اسكت يا محمد. ما عرفوا يقرون اللغه العربيه. انت اقرا اقرا يا حمي. والله يصبر عليهم ان كان ما عرفوا يقرون قطعه صغيره تنتهي فيها. اشتغلتوني يا جماعه. ممتعه صيفيه نزهه في. لا 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 مش كيا. ها اقلبها ورقه اقلبها كيا. أصبر عليك الله لا يهينك. أنت من تهامة. أنا من تهامة. ماذا لنا؟ من بلادك ولا تهامي. أجلس يا يمني. احنا إخوان. أجلس. أكل محمد الدجاجة. أي. وطلب من أمه المزيد. أي. وخرج محمد مع أسرته. أي. في نزهة صيفي. أها يعني في الصيف. وإذا راحوا في الصيف أكيد بيروحون أبها. ويطلعون مسودة. وإذا وصل مسودة. ذاك الهتان وذاك المقص. ومحمد أعرفه إذا تهيض في هذه الأجواء قام يقول القصيدة. وأنه يقعد ذاك اليوم وأنه يقول أيا بحار يا ريجي ونصلوا ريجي ريجي ونعدوا شنو ده؟ أيا بحر أيا بحر كان شنو اللي عملوا ده؟ فيديو كليب فيديو كليب. أجلس أجلس. أيا بحر موجك ضحوك خطيري وسبحك يكون لازم خبيري ومن هو غشيم مثلك ومن هو غشيم سبح في غديري ولو طاعني كان في البركة تحلى وانت يا بحر لا تضحك على شاني جيشنا لا أوعتت لأمواج بحارة وانت يا بحر لا تضحك اسكت ادينا قطعه الله ولا يصلح لها شيء هاكم قطعه خصمت الدرجه اللي اديتك هي يا جماعه انا قلت اقرا القطعه ما قلت اقرا من الخيال درس التعبير بعدين ادينا داف درس التعبير خلاص يا جماعه حصه النشيد ها حصه النشيد ادينا نشيد انا ايوه احم ايش اعطيك ادينا نشيد ايش كيف نشيد يعني ما تبي قصيده يا استاذ قصيده قصيده يا اخي انا اي اخيري ادينا قصيده اخيري وانت قبل الاخير وانت قبل الاخير قبل الاخير ادينا قصيده يا بدوي شوف والله بالقصيده عملك وصلت البحر يقول تقدم تقدم خطوتين تقدم خطوتين يقول اصبر اصبر شارع شارع يا جماعه يا جماعه ساعده ساعده عملتوا فينا شنو ضربنا امسك يا بدوي امسك امسك يا احمد احم احم قوم واقف امسك امسك انا جايلها من اول امسك بسرعه امسك شد 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 خلينا نلبس يا ويلي ويلوه والله دخته دخته كمل كمل اديك درجه يا بدوي كمل عشان ساعدك بالعمه هاي اجل بفك هذا الحجر خلاص يا بدوي كمل القصيده يقول اتمنى عندي 2 مليون وبيت نمشي بمركز جبل حمادي دادي وبشقاق البيت من الحرير يكون مخيط مثل كذا بخيط عادي دقيقة يا بدوي دقيقة يا بدوي دقيقة أنا في حاجة ما قلتها البيتين دي إذا كانت مضبوطة حتدرس في المدرسة إذا اديتنا بيتين ما مضبوطة أنت مدرود أنت مرفوض فاهم؟ أبشر بس أدينا القصيدة وأخي يا إخواني لا تبس الليل يمشون فوق أحمر الكبوت وقت البرادي برادي و50 جنيه
من فوق 50 صالو صالو خليهن من الحفيز جداد قاعد وبسدد الدين عن كل مديون وبصبر على الشده صبر مهادي يا بدوي صبر عليه صبر عليه يا بدوي امشي برا انا ولد كبوي الرجال ما امشي برا رجعناك رجعناك امشي برا اصلا انا الغطا اللي جاي للمدينه امشي برا لكن البل وجايك امشي برا يا طردك طردك يا فغرة ها يا اسكت يا احم افغاني نقوم ادينا بيتين قصيد والله يا حبيبي شوف يبغى قصيد خقي انا ولا خقي وقدام زملائك الله والله يا حبيبي شوف انت يبغى قصيدة خقي انا ولا خقي جماعة لا قصيدة خقي انت كيف خقي والله خقي انا كله نفر سعودية هنا كله خب وخلف بن هزال انصر عليه خلف بن هزال كله خب الله اكبر يبغى خلف ولا يبغى نفر ثاني كله موجود ادينا 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 والله بسير. كلام شوف يا حبيبي خلف كلام كله جماعه هوبي انا اي كله خلف كلام يلا امان يلا امان يا شنو يلا امان يلا امان يا رحمن يا رحمن يا جماعه انا الظاهر بطني كده بيعمل حاجه دقيقه اديهم القصيده اديهم القصيده ايوه كمل كمل والله يبغى كمل ولا ما يبغى كمل 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 خلف كلام يلا امان يلا امان الله امان يلا ما فيك اردد معك والله شوف يا حبيبي يبغى اردد انت قوم انا اجلس ما تعرف ولا كلمه دقيقه يا جماعه يبغى اردد انا اجلس انت حاول يا حبيب اخوه انك تجيب له قصيده كده بيتين بيتين بس بس نفر هذا كله روح وانا ما بس انا انت هذا قل يا رحمن خلاص يا شباب خلاص جا جا دايم حمامات المدارس ما نظيفه يا لمان يا لمان دي شنو خلاص كلام يلا امان يلا امان دي شنو يا لمان يا لمان حبيبي هذا كله نفر مبسوط شوف لا لا ماني مبسوط انا ما في ما دي شنو يا لمان ترجم ترجم يا لمان شنو يعني يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا لمان اطلع برا قوم يمني اطلع برا قوم يمني قوم اي استاذ ادينا بيتين من الشعر اللي حطردك شبيتين اي شبيتين والله البوم بسرعه اي هبلك البوم البوم شنو البوم ادينا بيتين يا يمني ارجوك طيب حاضر يا وقف ولا لسه خلاص على وشك هيا اسمع اسمع صلوا على من زكي عقله الله الله محمد مصطفى مكامل اللهم صل وسلم عليه ذي شيد دين وملة ايوه بعد الحواري بعد الحواري كفر بعد الحواري كمل ولا يمشي نشاط امشي امشي المساعد يقول برا امشي برا كم بركت من امشي برا انت كوم النشاط تمشي على الارض انا لله وانا اليه راجع انت يا تهامي نعم انت الامل بعد الله فين المدرسه دي تمشي يا رب اخر طالب ادينا قصيده يا هاي اسمع تعال يا حبيبي بيتين من الشعر ولا حتطرد لا 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 قبل ما تطلبني اي طلب انا اللي بطلبك هاي تفضل وتوصلها للوزاره وزاره شنو اسمع اي كبار السن هذولا اي يوم تقولون عليهم نحو الاميه اي هيئوا لهم اماكن هبوا لهم مدارس خاصة لا يدرسون في مدارس عوالم سعال يجب ان نهتم فيهم هاي مبنى مستقل ايوة تصدق تصدق ان حرمة كبيرة عمرها 60 عام حفظت القرآن الكريم ما شاء الله تبارك الله رجل مسن 80 عام رجع يدرس في المدارس ما شاء الله لازم ان نحافظهم اما القصيدة ادينا القصيدة يقول لك اول الليل نبني في السماء كوبري اي واخر الليل لا رحنا ولا جينا اخير بيت عزب من الشعر ايوه انت مقبول في المدرسه الله يستر عليك انت مقبول في المدرسه هاب لنا انت بيتين من الشعر ما انا ما عارف بس اول الليل هاب لنا بيتين من الشعر اول الليل نبني في السماء لا لا تعال هنا ولحن لحن شوف شوف حتى الجمهور حفظها يلا اول الليل نبني في السماء كبري واخر الليل لا رحنا ولا جينا يلا زيهم زيهم بسم الله الرحمن الرحيم عليك يلا وانا بشجعك اول الليل نبني في السماء كبري اول الليل نبني في السماء كبري واخر الليل واخر الليل مثل ما رحتي مثل ما جيتي احم احم فين يا جماعه احم طرد نفسه يا جماعه دول حيجننوني يا جماعة دول حيجننوني كيف تصلنا شنو ما شاء الله تبارك الله يعطيهم العافية فريق الفيصل بس تعالوا يا شباب على السريع عشان الوقت يعطيكم العافية يا شباب أبدأ معك أستاذ عايض واستأذنك أن يكون التعليق سريع تفضل
يعطيكم العافية شباب. أحمد يمكن اختلفت معه أمس بعد البرنامج كثير، وأحمد أبو سبعة، لأني كنت متأكد أن لديك شغلات ما شفناها الليلة. شفنا يمكن 70% من الأشياء اللي تملكها. ما شاء الله تبارك الله، ممثل جيد، التمثيل ألا تمثل، بالإضافة للأخ حسن العمري ما شاء الله تبارك الله أبدعته، دور منضبط، حضور ذهني، أداء صوتي جيد جدا، أداء حركي، تقمص ممتاز. سعيد برضو أداءه كان اليوم أفضل بكثير. يمكن سالم شوي اليوم اختفى مع إبداع الشباب، لكن عايض اليوم ما شفناه، ما أعد للكاركتر حقه، ما اشتغل عليه الكاركتر الأفغاني، يعني ما شفنا له بصمة في المشهد. بشكل عام أنا استمتعت بالمشهد، مشهد كوميدي رائع، فيه المسج اللي في النهاية. مقارنة بما قدم أمس، يعني ما أبغى أذكره، المشهد اليوم رائع جدا، الله يعطيكم العافية. يعطيك العافية أستاذ عايد. أستاذ رافع تفضل. يعني احنا كنا منتظرين حد يفاجئنا النهاردة، انتوا فاجئتونا. عجبني قوي الحركة في المشهد، عجبني أساسا وضع الديكور. تقريبا يا استاذ عايد عناصر المسرح شفناها في المشهد ده، فاحييكم. يعطيك العافيه استاذ عايد، شكرا لفريق. طيب يا شباب، اول ما ضيع رجع له عمره يطول كثر الله. تعالوا شباب، وين تعالوا، وين باقي فريقك عشان يجون هنا؟ تعال يا فريق. طيب تاخذ طيب احنا ندعو الفريقين انهم يجوا هنا على المسرح، فريق كيان وفريق الفيصل. رياض، اليوم احنا زي ما قلنا في البداية قبل ما يجي الشباب، هو يوم الحسم ويوم الخصم، هنعرف مين الفيصل، هل هو كيان ام فريق الفيصل. اليوم باذن الله عبد الله بنعرف الفائز، وايضا بنعرف من الذي او بيحصل ان شاء الله على بطاقة الصعود للمرحلة ايضا قبل النهائية من الفرق المشاركة معانا ان شاء الله باذن الله. لان نطلب من الفريقين الصعود على خشبة المسرح حتى الحسابة تحسب ونعرف النتائج إن شاء الله من كلا الفريقين. وتوقف التصويت منذ مبطي. نعم. طبعا فريق الفيصل وفريق كيان قدموا ما شاء الله تبارك الله في 3 أيام، منذ يوم الخميس وأمس الجمعة واليوم السبت، ما شاء الله تبارك الله، عروض مسرحية ووصلات إنشادية ختموها اليوم بإبداع ما شاء الله تبارك الله، منقطع نظير من قبل الفريقين في التمثيل والإنشاد. يا رياض، التمثيل والإنشاد والفقرات. نعم. تعجلون يا شباب، الله يعافيكم، تفضلوا. الآن نجمع درجات لجنة التحكيم وأيضا درجات التصويت اللي صوتوا فيها الجمهور عبر الموقع والرابط اللي كان موجود دائما ويعلن عنه على الشاشة. الفريقين أنا جاهزون، تفضلوا يا شباب. جميع الفرق لازم تكون موجودة، الفريقين ما شاء الله. كيف أعصابكم الشباب؟ هذه مساحه كذا، ايوه خذوا مساحه عشان الكل الشباب لازم يجهزوا ما شاء الله بالكاركتر الموجود، يعني ابو جاهزين جاهزين جاهزين. كيان والفيصل والحسابه بتحسب على ورانا. الله يعافيك. اي والله استاذ عبد الحبيب ما شاء الله قاعد يرتبهم، تبارك الله. طيب انا حاب اقول كلمه يا شباب، تركزون معي الله يعافيكم. استاذ عمر والشباب جميعا، اليوم هو اخر ايام تصفيات المرحله الاولى من برنامج المقابيس في موسمه الثاني. اليوم في فريق حيتأهل معنا إن شاء الله للمرحلة القادمة والمرحلة الثانية، وفي فريق سينضم لبقية الفرق. اليوم يا رياض، أيوة، حتكون عندنا بطاقة تكلمنا عنها في بداية البرنامج المقابيس في موسم الثاني. وش هي البطاقة هذه يا رياض؟ هي البوردينج، يعني بطاقة الصعود، ولكن ليس للطائرة، للمقابيس والتأهل للمرحلة قبل النهائية، أو بيشارك مع الفرق الفائزة معنا. بصراحة ما ندري هل يكون بطاقة الصعود موجودة مع فريق يا كيان الفيصل إذا خسر واحد من الفريقين، ما ندري، أو أنه موجودة مع الفرق السابقة، إلى الآن لا نعلم. الله طبعا الله يعني. إحنا نذكر الفريقين أنه المرحلة الأولى خرج منها فريق فوانيس وفريق الأمجاد وفريق وقت المرح وفريق حلوة الجوف. هذه الفرق هي التي لم يحالفها الحظ بأن تتأهل للمرحلة القادمة. يا اليوم سلام. من سيلتحق بهذه الفرق؟ هل هو كيان أيوة. أو الفيصل؟ هذا اللي بنعرفه، وحنا نشوف قدامنا الآن الأقلام لم تتوقف بعد إلى الآن، يعني الدرجات قاعدين يسجلون، ما في لا تحاولون، يعني النظرات هذه ما بتغير في الأمر شيء. انتهى
واتصالات ما ادري ايش هذا المشهد هذا ولا برا المشهد. الشباب جاهزين ومستعدين لقبول اي نتيجه إن كانت اما القصيم او الغربيه، لا ندري الى اين تذهب. طيب يا شباب انا بطلب منكم حاجه بس عشان الوقت، استاذ عاير في ربع دقيقه، ربع دقيقه على الفحم بس على الشكل يعني. طيب استاذ عاير تتوقع انك تستمر ولا تلتحق وتنتظر بطاقه التاهل؟ والله شوف استاذ عبد الله استاذ رياض اللجنه والجمهور العزيز، سواء بقينا ام رحمنا احنا في الاول والاخير فايزين بمجرد مشاركتنا في هذا الاحتفال العظيم وفي هذا البرنامج، خلاص يعني يعتبر فوز لنا. احنا فايزين بشوفتكم. الله اكبر يعطيكم العافيه. بس انا بسال سؤال يا ابو الطياره بتركبونها تروحون كذا بنفس اللبس هذا؟ والله ما في وقت صدق، قلعنا بعد ساعه. ايه طيب. الله ييسر اموركم. الله يعين ان شاء الله. طيب السؤال موجه لانس. يا انس تتوقع انك تستمر للمرحله القادمه ام انك تنتظر بطاقه العبور مع الفرق الباقيه؟ والله باذن الله طبعا طموحي نتاهل، وان لم يحالفني الحظ فلكل مجتهد نصيب، ويكفينا الفوز باذن الله يعني طبعا بعد التاهل. شرف معرفه فريق الفيصل، هذا الشرف. هم فازوا ولا احنا فزنا، تشرفنا بالجميع وكذلك تشرفنا باللجنه، تشرفنا بالمقدمين وبالجمهور الكريم وبالناس كلها، وتشرفنا فيكم بعد. السياره محمتوها جاهزه؟ نركب العزبه للقصيم؟ لا لا احنا موجودين باذن الله، نجلس هنا نبروف عشان الاسبوع الثالث. الله تعجبني الثقه يا رياض. حلو. طيب يا شباب تعجبني الثقه يا رياض، لكن اقلام لجنه التحكيم قاعد ترصد الدرجات. ايوه. بجمعها مع نتيجه التصويت 30% التصويت اللي صوتوا فيه الجمهور لفريقهم المفضل سواء كيان او الفيصل، وحنعرف هل حتحموا السيارات وتمشوا للقصيم ولا تجلسوا هنا في الرياض، ولا تجهزوا الطيارات وتروحون للغربيه طياره للشباب يعني. ممكن والله ما ندري الان، ان شاء الله باذن الله زي ما قلنا لكم كل واحد يعني داخليه تجهز لكل الامرين يعني. متقبلين يا شباب؟ ها متقبلين؟ اللي يفوز ايه؟ يتأهل صح؟ يباري اللي اخذ بطاقة الصعود ولا لا؟ يعني ممكن لو احنا اخذنا بطاقة الصعود تأهل والفيصل، احنا اخذنا بطاقة الصعود هذه بصراحة والله بصراحة تشرف فيهم ثاني. الله يسعدكم يعطيكم العافية. هذه التوزيع مع الاعداد ان شاء الله. نعم ان شاء الله هم اللي حيحددون مين اللي حيكون الفائز في هالليلة، سيباري من؟ والله أذكر مرة أخرى بالفرق التي تنتظر بإذن الله تعالى بعد إعلان النتيجة بإذن الله، أول ما نعلن نتيجة المتأهل في هذه الليلة للمرحلة الثانية سننتظر من لجنة التحكيم حتى تختار الفريق الحاصل على بطاقة العبور اللي هو إيش هي أسماء الفرق الرياضية. أنا متوقع بحلقة اليوم يعني حلقة ختامية صدق بالنسبة للمرحلة هذه، لأنه أصلا الفرق هذه اللي نذكر أسماء قاعدة تتابع الآن وتبغى تعرف هي موجودة مع انت معانا ولا مع التانيين ما ندري من جميل فوانيس الامجاد وقت المرح حلوة الجوف كيان او الفيصل. فيصل حتى عكستنا بالكلام ايش فيكم؟ ايوه طيب يا شباب تعطوني لحظة صمت بس عشان الوقت عشان نعلن النتيجة. نعلن النتيجة. استاذ عايض بس اومئ براسك انتهى رصد الدرجات صحيح؟ يعطيكم العافية. ايضا النشيد استاذ محمد مساعد انتهى رصد الدرجات، راحت الدرجات وراحت ايضا نتيجه التصويت. بصراحه طيب. اسمعوا يا شباب بس قبل بقول لكم شيء، اذا اعلنا النتيجه نبغى يعني فرحه وثم نعوده عشان نعلن اسماء الفرق الثانيه. يعطيكم العافيه يا شباب. خلاص عشان ما نتاخر عليكم الفريق وصلت. اللي اصبر فاز ايوه في هالمرحله وهالليله وتاهل للمرحله القادمه هو مو ما ينتظر اي فريق يجيه ما عنده مشكله، هو فريق الفيصل. فريق الفيصل. طيب يا شباب نبغاكم ترجعون بس عشان نشوف اللجنه يا شباب. طيب يا شباب تعطونا فرصه يا حبايب. شباب انس شباب
عشان نعلن بس اللجنة يا شباب. يكتب العاد شباب خلونا السلام شوي عشان نعلن النتيجة بس. الله يسعدكم. طيب يا شباب نرجع شباب ما كنا نرجع ما كنا نرجع ما كنا شباب نرجع ما نرجع ما كنا يا شباب. الله يعطيكم العافية شباب. يا حسن اسمحوا لنا بس هنا. ايوه الله يسعدكم. طيب يعطيكم العافية يا شباب حبايبنا. ما شاء الله تبارك الله هذه اجواء الفرحة يستحقوا الفرحة ما شاء الله تبارك الله. الكل يعني الشباب اللي ما حلفهم الحظ قاعدين يهنوا شباب الفريق المتأهل وهو فريق الفيصل. بنسحبها منكم يا الفيصل بنسحبها منكم الحين. يا شباب تسمحون لنا بس تسمعون الله يعافيكم يعطيكم العافية يا شباب. الفيصل تأهل للمرحلة القادمة. الآن نبغى نعرف الفريق الذي سوف يحصل على بطاقة بطاقة الصعود من لجنة التحكيم. لجنة التحكيم بطاقة العودة عفوا العودة والعبور اللجنة والله. طيب قل راحت عندكم يا يعني شباب مش انتم اللي حتعلمون ما يبون يعلنون يعلنون هاللجنة. لا طيب ما يبون كيان انتم كيان انتم جاهزين يقولون عندنا تاخذون بطاقة عندنا. العبور طيب ولو ما حصل عليها كيان انتم جاهزين تقابلوا الفريق اللي حيتأهل اي فريق دايما تعبنا اي فريق. طيب ان شاء الله يطلعنا مره الله العظيم. طيب نذكر بالفرق الفرق الان اللي تشاهدنا وتشوفنا مع كيان اللي انضم معاهم الفرق الباقيه والمتبقيه معنا فوانيس الامجاد وقت المرح حلوه الجوف وكيان. كيان انضم اليهم. كيان اصبح كم اصبحوا كم فريق في رياضيات يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة فرق كيان وحلوة الجوف ووقت المرح والأمجاد وفوانيس ونقص منها أربعة. الفريق المتأهل أنت علمت الفيصل صح؟ علمت الفيصل أنت علم كيان يلا. هو عشان الوقت عشان الوقت هو إيش ذكروني مرة ثانية عشان الوقت نقول وقت المرح. يعطيهم العافية يستاهلون فريق وقت المرح. ألف مبروك لوقت المرح التأهل وألف مبروك للفيصل أيضا التأهل. انتهت هذه المرحلة وانتهت بجميع الفرق الفائزة معنا. بنلقاكم إن شاء الله بإذن الله في موراء المقابيس بنكمل في قناة ماسا وأيضا 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 نكمل معكم إن شاء الله التصفيات الأخرى في الأسبوع القادم يا عبد الله. إذن الأسبوع القادم يوم الخميس موعد جديد مع المرحلة الثانية يشتعل فيها الإبداع والحماس ولجنة التحكيم والجمهور والمشاهدين ينتظروها الفرق. إذن وقت المرح تأهل للمرحلة الثانية من بطاقة العبور التي أعطتها له لجنة التحكيم. شكرا لكم على متابعة المرحلة الأولى من المقابيس في موسم الثاني. نلتقيكم الأسبوع القادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.